بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم، معاكم أميرة عادل، بمسي على كل حبايبي. والنهارده هنعمل مع بعض بسكوت السابلي من بسكوتات العيد اللي هتعجبكم بإذن الله وبتعجب الولاد قوي، عشان عاملينها بالشوكولات دارك والشوكولات وايت، وعاملينها كمان في منها بالسكر زي ما انتم شايفين كده اهوت. حاولت اجمع لكم التشكيله من البسكوتات اللي عملتها في الطبق دوت اهي. بصوا شكلها تحفه ازاي، شايفه اللي بالشوكولات وايت شكلها جميل جدا وشكلها كده رقيقه قوي. بصي شايفه البسكوته عامله ازاي، شكلها جميل جدا هتعجبك اوي باذن الله. بصي حاجه كده بتدوب في البق، شايفه شايفه عامل ازاي مرمل وفظيع حقيقي، تحفه. شايفه الترميله بتاعته من جوه. وقبل ما نقول عملنا بسكوت السابليه النهارده ازاي، لو الفيديو عجبك ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه للاول مره يشوفني، وفعل جرس التنبيه عشان يوصله كل جديد. يلا بينا نشوف عملنا بسكوت السابليه النهارده ازاي. معانا كوبايه زبده، 3 كوبايات دقيق، نص سكر، بيضه، فانيليا. هي دي بس المكونات بتاعتنا. هبتدي اول حاجه اعملها ان انا هضرب الزبده مع السكر كويس جدا. دايما الاول بحب ان انا الزبده اهرسها كده مع السكر علشان ما تطيرليش السكر حواليه ويبهدل الدنيا. فحاولي تعملي كده الاول لان المضرب بيطير السكر ويبهدل الدنيا حواليكي. بعد كده نبتدي نضرب بالمضرب. نبتدي نضرب بقى لغايه ما نخلي القوام كريمي كده. خلاص انا ضربت الخليط زي ما شايفين كده اهو بالشكل دوت لغايه ما بقى كريمي كده. هحط بقى عليهم البيضه واحط الفانيليا، وهنضرب مره كمان. بص الخليط بقى عامل ازاي اهو. نبتدي بقى ننزل عليه الدقيق. هو السابلي مبقاش عليه بيكنج باودر، بس هنحط رشة ملح كده، حاجة كده بسيطة ذرة كده اهوت. ونبتدي ننزل الدقيق. ونعجن كده، هو مش عجن، هلم بس الايه الزبدة بالدقيق مش اكتر. هي العجينة دي لازم تتلم كده بالايد كده اهوت علشان تحس بملمس العجينة اهو بالشكل ده كده. بلمها بس كده اهي، بتبتدي تلم معايا اهي، وهي ما تبقاش لا ناشفه ولا اللي هي بتلزق، يا دوبك لمت كده الدقيق من الايه من البوله بتاعتك كده. خلاص انا عجنت العجينه زي ما انتم شايفينها كده اهي. بصوا العجينه جميله ازاي، عجينه روعه حقيقي. هنسيبها في الثلاجه ترتاح لمده ساعه، وبعد كده نبتدي نشكل ايه فيها ونغطيها كده. العجينه خلاص طلعناها من الثلاجه بعد ما ارتاحت ساعه. نبتدي بقى ناخد منها حته. انا بص دخلتها التلاجة عشان تبقى متماسكه، تبقى سهله معايا وانا بطلعها من على البلاستيك. هفرش كيس من اكياس التلاجة، افتحه كده، احط واحد فوق وواحد تحت، احط العجينه كده اهو، احط حته كمان معاها، وهبتدي بقى احط من فوق كيس كمان فوقيها وهضغط وهفرد العجينه. كده خلاص اهو نبتدي بقى نفردها كده اهو. كده خلاص انا فردتها بالشكل دوت اهو. نبتدي بقى اشيل من عليها الكيس وابتدي بقى نقطع بالقطاعات بتاعت السابلي اهي. انا عندي جايبه الاشكال ديت، مجموعه الاشكال ديت هنشتغل بيها. ممكن لو ما عندكيش قطاعات السابلي اللي هي بتبقى زي ديت المختصه بيها، تقدري تجيبي قطاعات زي ديت اهي. دي مش بتاعه سابلي، بس ممكن تعمليها سابلي، تجيبي اتنين داخل بعض وتعمليها او حاجه زي كده. نبتدي بقى نقطع. انا هحط الاول الاسطمبه ديت في الدقيق عشان تبقى تخرج لي بكل سهوله. وابتدي بقى اقطع واحده ساده وواحده من اللي فيها الايه الشكل زي كده.
نعمل واحده وواحده بكل سهوله كده، وهتطلع معاكي على طول. حطها في الدقيق واعملها كده اهوت كده وكده. ابتدي بقى اخرجها. تعالوا قبل ما نشيل العجينة نعمل شكل تاني، نعمل النجمة عشان ايه اشيل بالمرة العجينة مرة واحدة كلها، كل الايه الزوائد اللي بتبقى حواليها كده. اتنين، واحدة، اتنين كده. نبتدي نشيل بقى بالراحة كده اهو، تدخلي اي حاجة حادة اهي ويطلع معانا الشكل كده اهوت اهو. اقلبه كده وننزل الايه القلب اهو بالشكل ده كده اهوت اهي. بصي العجينة ما تكونش رفيعة علشان ما تتكسرش منك وانت بتشيليها، تكون ايه فيها سمك شوية اهو كده اهي. خلعت كده على طول اهي، تقلبيها بقى كده اهوت بالراحه عشان نحطها في الصينيه اهي بالشكل ده كده اهوت. بصي بقى تعالي نعمل بالشكل دوت المدور كده كده، ونعمل برضو اتنين تانيين، وهجيب اللي هي القطاعه اللي اصغر منهم احطها ايه في النص كده او اوسطنها الاول، وبعد كده اضغط كده اهو، واجي برضو عند التانيه واضغط كده خليها في الوسط كده بقت بالشكل الجميل. بقت دي الساده ودي المفتوحه، يعني مش لازم قطعات الصابليه ولا حاجه، باي حاجه تقدري تقطعي، وممكن باي اللي هو الدب بتاع الكريم شانتيه تعملي برده منه الايه الدايره اللي بتبقى في النص دي لو ما عندكيش اي اشكال او اي حاجات زي كده اهو اهو. بكل سهوله هنشيل الدايره بالشكل ده، والناحية الفاضية اهي مفرغة برضو. طول ما هي العجينة سمكها كويس مش هتتقطع منك، لكن لو كانت رقيقة جدا هتتقطع ومش هتعرفي تطلعيها من على البلاستيك اهو بالشكل ده. تعالوا بقى كان نقطع بالشكل المربع اهو، نعمل كده كده، نعمل اربع اشكال عشان هناخد اتنين ساده وهناخد اتنين منقوشين. اجي كده في النص بالشكل ده كده اهوت اوسطنها كده، واروح منزليها نيجي هنا في النص كده خليها وسطنها مظبوطه او اي شكل. ممكن تعملي بتاع الكريم شانتيه دوت تستخدميه برده تعملي بيه دايره اهو. ونشيل بقى كده اهو كده، نقلبها ونخرج الزيادات ديت بالشكل ده كده، ونخرج كمان الشكل الداخلي اهو كده اهو. ممكن اقلبها كده واطلعها كده اهو، بقى كده عندي الشكل كده مظبوط كده. خلاص نكون خلصنا التشكيل بتاعنا زي ما انت شايفاه كده اهوت. هندخله بقى الفرن على درجه حراره 180 لمده 12 دقيقه ل 15 دقيقه اهو. وفي اشكال تانية هي الاشكال المربعات والدوائر. بكده خلاص يكون السابلي بتاعنا اتعمل خلاص في الفرن زي ما انتوا شايفينه كده. بصي اهو بالشكل ده كده، ما بياخدش لون ولا حاجه، حاجه كده بسيطه كده بس من ورا، شايفه الظهر اهو لون كده بسيط مش اكتر، وهو كده استوى على كده بالشكل دوت. يلا بقى نزينه. بصوا النهارده عندنا طريقتين للتزيين. اول طريقه اللي انا هعمله بالسكر، هنزين اول بالسكر، هاخد الجزء اللي فوق اهو اللي فيه الاشكال، وهبتدي ان انا احط عليه انزل عليه كده بالسكر كده على كيس بلاستيك كده عشان تقدري تستعمليه مره تانيه. بالشكل ده كده اهو
اهو كده. وبعد كده هنجيب بقى المربى. انا هستخدم مربى المشمش، تقدر تستخدمي المشمش او الفراوله، اي نوع مربى متوفر عندك تقدر تستخدميه اهو. وهزود في النص حبه كده علشان يبقى شكلهم كده واضح وباين، يبقى شكله جميل اهو. اللي في النص خليهم زياده شويه، واخرج كده على الاطراف كده اهو. ممكن برضو تستخدمي برضو النوتيلا، تقدري تحشي برضو بيها اهو كده اهو. التكه كده تكه بسيطه كده اهو، يبقى بالشكل الجميل دوت. تعالوا بقى نعمل التشكيل التاني. اجيب البسكوته زي ما انتم شايفينها كده، هنزلها في الشوكليت اهي كده اهو بالشكل ده، وهرفعها كده اهو كده اهو، وهحطها على حاجة شبكة او على ورقة زبدة بالشكل ده. ده مبدئيا اول حاجة هعملها. ناخد واحدة تانية شكل تاني اهي، نزليها كده لان انا عايزة بس وشها بس اللي ياخد الشوكليت، مش لازم كلها كده اهي بالشكل ده كده. ننزل هنا شوية واحطها على الشبكه تنشف، وبعد كده نكمل التزيين بتاعها. بعد بقى ما الشوكليت البني نشفت، هنجيب بقى شوكليت بيضه ونعمل بقى كده ايه عليها خطوط كده اهوت. كده هو هنحط تحتها كيس بلاستيك علشان اي شوكليت تقع نقدر برضو ايه نرجعها تاني كده بالشكل ده كده زي ما انت عايزه بقى. يعني التزيين ده بقى بتاعك اهو بالشكل ده. انا بديك افكار وانت تقدري تبتكري احسن من كده كمان كده. وبعد بقى ما زيناهم بالشكل دوت، هنجيب بقى الجزء اللي تحت وبرده هنحط له برده المربى زي ما عملنا قبل كده، او النوتيلا زي ما تحبي. قلت لك التشكيل ده بتاعك، تحطي مربى او تحطي نوتيلا زي ما انت عايزه تقدري تحطي، واي نوع مربى تقدري تحطيها بقى بالشكل الجميل دوت. تعالوا بقى نعمل العكس. هناخد بقى بالايه بالشوكليت البيضه وهننزل كده وهنطلعها على طول اهو بالشكل ده كده، نحطها برضو على الشبكة. نعمل واحدة كمان اهو، ننزل تطلع تاخد همسكها من الطرف كده عشان تنزل بشكل حلو بالشكل ده كده. هعمل بقى الايه الكمية اللي موجودة وارجع لكم كده اهو بالشكل ده كده. اي تشكيل كده عشوائي كده اهوت بيبقى شكله جميل جدا اهو بالشكل ده كده. عملنا عكس اللي ايه عملناه في البيضة بس كده بالشكل ده. بعد كده هنحشيها زي ما حشينا اللي قبل كده، نديها المربى كده اهوت ونزود شويه في النص زي ما عملنا بالظبط كده. بقى شكلها ظريف جدا، شكلها تحفه، البيضه شكلها رايق جدا. وبكده يكون خلص التزيين بتاعنا زي ما انتم شايفينه كده. شايفين شكله تحفه ازاي، شكله رايق جدا. بصي واحده واحده كده اهو بالشوكليت، والشوكليت دارك، الشوكليت وايت. بصي شكلهم جميل ازاي. انا عملت لك الطبق دوت مشكل من جميع الاشكال اللي احنا عملناها، حاولت اجمع الاشكال اللي عملناها زي ما انت شايفاها كده اهو، شكلها تحفه حقيقي. بصي شكلها امور ازاي، شايفه شكلها تحفه ازاي. وبكده تكون خلصت وصفتنا النهارده البسكوت السابلي
بتمنى الوصفة تعجبكم وتنفذوها وتقولي رأيكم فيها ايه، وألقاكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.